فجاءنا رمضان باليمن والإيمان تسمو بنفحته ملائك الرحمن تسمو بنفحته ملائك الرحمن شهر به نرقى يزيدنا رفقا شهر به نرقى. السلام عليكم، اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا وغادي ندير فيديو ديال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخباركم؟ نتمنى تكونوا بصحه جيده يا احسن المتتبعين ديال فاطمه التطويه، وشكرا لكم على التعاليق الزوينه ديالكم. كيف ما كتعرفوا رمضان قرب، الله يدخل عليكم بالصحه والسلام والهنا يا سيدي ربي. واخا جا هذا الفيديو شحال وانا منطوط وقديت الصراحه وما كنحطش، قلت والو نبارطاجي معكم هذا الفيديو. صراحه كندير فيديوهات زوينين ولكن ما كنحطش في الوقت، فكنتمنى تسمحوا لي، راه الظروف خاصه، مره كان مرض مره هادي ولا اله الا محمد رسول الله. والله العظيم ما كنعرف مالي بعد الخطرات تنقول شنو اللي واقع لك فاطمه. المهم هادشي اللي كاين اخوتي العزاز، المهم ما بقى نشارك معكم اي حاجه في الوقت ديالها، فالله يخليكم ليا يا رب. ايوا نتوما كيف ما كتشوفوا، حنا دابا اختي كاينين في واحد الكوزينه ديال اختي شوميشه كما كتشوفوا، ودابا عضات على باش انني نطيب لها اختي في الكوزينه ديالتها. وكما كتشوفوا انا الاضواء هنا، الصحافه هنا، وبلا ما تخلعوا شي شويه، راه الحمد لله واخا قناه متواضعه راه بداو الناس كيعيطوا لينا، الحمد لله والشكر لله. البسبوسه يا اختي، قلت لها ان شاء الله في رمضان اختي ما كان انا وياك غير شي واحد في هذه الكوزينه 30 يوم حلقه مورا حلقه. ان شاء الله يا سيدي ربي. وداك الشيء علاش كما كتشوف واحد الفيديو اللي هو رائع غادي يكون معكم اخوتي المشاهدين. وانا صراحه عرفتكم كتفرحوا ملي كنجدد في الفيديوهات ديالي وكتكونوا فرحانين، ولكن الا خسرت هذه البسبوسه هذه تاكلها صراحه كنضحكوا. دابا بقاو معنا باش كتشوفوا الاجواء ديالنا ديال هذا الفيديو هذا، والله يخليكم ليا عنده واحد زعطوط حق الله الا راه بزاف، راه الله يسمح لينا من الوالدين. كما شفتوا معنا غادي نديروا الليمون بالقشره ديالو، كما عرفت اختي هذه البسبوسه بالقشره الليمون، هذا الشيء اللي ولا دابا. دابا حنا كنا كنعصروا الليمون واش كنا كنقشروا فاطمه، راه كلشي غلا ما بقات يتسمى لا الليمون ولا الغلاط. وغادي نزيدوها جوج ديال البيضات، نزيدو كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت، كاس سنيده، وكاس سنيده هاويه بحال داك البرنامج ديال شوميشه. داكشي معبور، معبور داكشي بالضبط. غادي نحلو باقينا، راه البريز عندي داير. ديروها في مونيكس اولا صفيوها في الصفاي باش الا كان فيها شي عظيمات ولا شي حاجه، وداك القشور باش ما يبقاش فيها القشور. ها انت حيت راه حنا كنطحنوها في واحد الغراف مجموع، دابا فاش طحناها في هذه الواسعه الميكسور ما باش تحل لينا، وصدقات طحنا علينا بهذه الطريقه، صدقنا حنا صفيناها صفيناها باش تجي تجي هي هذيك اختي، باش البسبوسه ديالنا تجي عاطيه العين، ولكن راه طلقات اللي من طلقات. ها انت شوفي شوفي كي راه جايه، شتي حادقين حادقين جاوا لنا العيالات. ايوا دابا هنا بقينا واحلين، فينا هي المناجر ديالنا تقول لها غادي نديرو حادقات اختي حادقات ديال معقول. انا شوفي في الفيديوهات ديالي، انا في الفيديوهات شوف انا في الفيديوهات ديالي راه كنجلط كلشي ونخوي. دابا حنا هنا بينا نبينو لكم شويه ديال مقاد منظف، كنخلي السميده بينا السميده، ونديرو جوج خميرات الحلوات وحده ديال الفاني. بسم الله
والفانيليا كتجيني السما شي كاين واحد الريحه زوينه يا سلام. اللي عنده هنا دابا شي كتاف يحرك جات شويه دايره ما نزيدوها شويه ديال السما هانتي ودابا شوفي انت هي ودابا قولي لي عطيني رايك السميده اصلا ملي كتحركي راه كتجي اصلا ثقيله دابا راهي كتشرب اصلا كتشرب هي ولكن خصها تزيد شي شويه كتشرب شي شويه بقى تزيدوا شي شويه وشربوا شي شويه تجيبوا كي غادي لا لا خصها والله الا خصها تزيد شي شويه ما كنديرهاش هكا خفيفه كنغلق الاجواء صافي فاطمه صافي نزيدوا الزويره يا اختي المهم التبوجه ديالنا راه غادي تجي زوينه هادشي علاش حنا فرحانين مع المنتخب هادشي علاش غادي نديرهم ببسبوسه هذا واحد ما وجداني هاد الكره كلها وجدها حلوه حمراء والرايه في الفوق نوجدو ببسبوسه يا اختي بالليمون هانتوما نزيدو بها غير شويه حيت عارفين السميده كت بسم الله نخلطو جلطو خلطو نخلط غنديرو يدينا بجوج باش تجي زوينه ان شاء الله يين شربو المناجر ديالنا صافي يلا صافي عطينا في الاوكي هي هذيك صافي صافي هي هذيك تبارك الله شوفي الماء الليمون فيه الماء بصح فهمتي داكشي باش تبارك الله صافي دابا جات السميده كتشرب اصلا كتشرب كتشرب بسم الله انتما كنشربوا معنا الريحه واعره الصراحه داك الريحه الفاني انا كتحبخني الصراحه ما تخلطات مع الليمون ثقيله يا اختي تزلافه قلت لها ثقيله بزاف هانتوما يا اختي هانتوما شوفي كي جات هانتوما واعره اختي حطها انا ما ترزيج لينا المهم هي البسبوسه ديالنا تبارك الله ديال جوج يدين اللي عمرها كاينه حنا ديال جوج يدين دابا داير ضربات اليدين والله اربعه ايوا تينا ان شاء الله تعجبكم وحنا ان شاء الله حيت طيب غادي نوريوها لهم ان شاء الله يا سيدي ربي ضروري نوريوها لهم من بعد غندوقوا المغاربه كاملين نكونوا اكيدين ان شاء الله يا ربي الله يخليكم ليا تابعوا الفيديو حتى الاخر ايوا نتوما كيف ما كتشوفوا الكواليس ديال الفيديو شوفوا انا راه كنقادوا زعما في الصوره المصغره كيفاش غادي نديروا ليها قلت الله حتى ندير معكم هذه اللقطه باش كتعرفوا انا راه كنخدموا من نيتنا ها نتوما وكنبغيو الخير لاي واحد هو شي هكا واش هكذا والمهم دخلت عليكم هذه اللقطه هذه حنا انا كنصوروا زعما ها نتوما كيف ما كتشوفوا هاد السيده كبرت بيا وصايبت لي هذا الكيك هذا وقالت لي والو ذوقي وصايبته على قبلك ومهم قدات لي البسبوسه راه باقي كطيب وكنمشى عليا الحال راكم عارفين انا بغيت نمشي صافي وغير جيت عندها باش راكم عارفين كبرت بها وهذه كبرت بها وصراحه كنت غادي نمشي نتغدى ديك الساعتين فاش كنت عند ساره ايوا انتما كيف ما كتشوفوا دارت لي هاد الحليوه هادي وقلت علاش لا نلو هاد الفيديو صراحه زوين كيستاهل يتشاف وها هي كنت فرحانه بزاف صراحه انا كنفرح ملي الانسان كيكبر بيا وكيعتبرني عزيزه عليه وكيعتبرني وحده من بناتو كي بحال هكدا وهانتوما السيده راه عندها وليدات كبار ما شاء الله واللي كاع مجوج الله يخليهم لها يا ربي وهانتوما كيف ما كتشوفوا دائما انا كنزرب راه الطخولي داك الشكلاط الفوقاني كيتحبني لاصق ساعه باقي ما جمدش ايوا هذا هو الفيديو ديالنا نتمنى ان من هذا الفيديو هذا يعجبكم ويكون خفيف وظريف على قلوبكم يا سيدي ربي وهانتوما كيف ما كتشوفوا دائما جديد معايا واخا هذا الفيديو فات صراحه راه زوين يستاهل يتشاف وغادي نقول لكم صراحه انا والله العظيم الا كنتمنى الخير لاي واحد وغادي نقول الله يدوز هذا رمضان بخير وعلى خير ويدخلوا عليكم الصحه والسلامه بالهنا ان شاء الله وانتظروا ان شاء الله المشتريات ديالي ديال رمضان غادي نشارك معكم اي حاجه خديتها وما شاء الله راني خديت المشتريات ديال رمضان وان شاء الله نتمنى من ربي الله يدخلوا غير بالصحه وبالسلامه وبالعافيه اما المعن راه دائما كنشريوهم غير دائما كيكون فينا سبحان الله راه رمضان كيجيب رزقه كيف ما كنقولوا اي حاجه شفتيها صراحه كتعشقيها واخا كيكون عندك المعن كثار هذا هو الفيديو ديال فاطمه الططاويه نتمنى انه يعجبكم وواحد الحاجه ما نساهاش شكرا كاع للناس اللي تاقوا فيا وخذوا التمور من عند الاخ ديال ولد العائله ديالي راه والله العظيم كيشكر فيكم مورا ظهركم خلي والله الا كان فرحان وانا عندي متتبعين صراحه اللي وافيين واي حاجه كنلوحها كياخذوا كيديروا بيديها فالصراحه والله الا داك الانسان فرحان فرحان لواحد الدرجه راه ما كتصوروش وقال لي بان عندك متتبعين صراحه صحاح وزويونين وكيتيقوا فيك والهليحه شمنا يا
يرضي ربي فهذا هو الانسان اللي كيحبك من قلبه كيتيق فيك فهذه هي النتيجه. فهذا الشيء اللي كان اخوتي العزاز فكنموت عليكم فغنقول لكم صافي وي راه المهم عطيني راه تلفت لي على هضره عاوتاني كيف ما كنقولوا. يلا بسلامه عليكم الله يخليكم ليا والله يطول ليا فعمركم يا ربي. واللي عنده شي ميمه ديالو تهلا فيها راه الدنيا فايته كيف ما كنقولوا. وتهلا في والديكم باش ربي يتهلا فيكم. هذا الشيء اللي كاين اخوتي العزاز فبسلام عليكم كنبغيكم بزاف وكنموت عليكم. وان شاء الله دائما فيديو نهار نهار الله الا عطاني عاوتاني ربي الجهد والقوه لحقاش هذه القناه هي باش خدامه على ولدي وخدامه على عائلتي. فالله ينوركم ليا بسلامه عليكم يا احسن المتابعين ديال فاطمه الفطاويه. وما تنساوش الانستغرام ديالي دخلوا راه ما بقى ليا والو نكمل ديك 100 ميات كاين ان شاء الله في الانستغرام. حاولوا تدخلوا عندي اللي ما دخلش وحاولوا تدخلوا عندي الباج ديال الفيسبوك راه كندير لي لايف تما وكنهضر معكم شي شويه. والله ينوركم ليا. وحتى التيك توك فمرحبا و1000 مرحبا باي واحد جا.